انتقل الى رحمه الله الداعيه الاسلامي المصري يوسف القرضاوي عن عمر نهز ستة 96 سنه واعلن خبر الوفاه صبيحه اليوم الاثنين على الحساب الرسمي وكاله اخبار مصريه وجاء فيه انتقل الى رحمه الله الامام يوسف القرضاوي رحمه الله الذي وهب حياته مبينا لاحكام الاسلام ومدافعا عن امته مضيفا نسال الله ان يرفع درجاته وان يتقبل صالح عمله في ميزان حسناته وان يلحقه بالشهداء والصالحين